المحب الأعزاء، معكم الفنان توفيق الدهبي في البرنامج التعليمي للأرب بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. فالمرجو منكم دائما السبسكرايب واللايك والشير لدعمنا ولنواصل أكثر. اليوم غنديروا أغنية جميلة جدا، وهي أغنية لبنانية جد مشهورة، يعني حديثة مشهورة جدا، وهي أغنية لما بضمك عصديري. لما بضمك عصديري هي أغنية للفنان حسين ديك، فبقوا معنا لتستفيدوا منها إن شاء الله. أغنية لما بضمك عصديري للفنان حسين ديك، فناخذها نهاوند على الصول. ممكن كما قلنا ممكن تعزفها على الله، ممكن تعزفها نهاوند على الله أو الري حسب الطبقة الصوتية لكل مطرب. فاحنا غناخذوها على نهاوند الصول، نهاوند الصول في ليزالتيراسيون في السلم الموسيقي السي بيمول والمي بيمول. هذا هو النهاوند على الصول، وطبعا النوطة الحساسة وهي الفا دياز. الفا دياز ناخذ ايقاع دبكة على سرعة 108، ثم نبدأ السولو. طبعا هذا المقطع الاول، غنحاولوا نفصلوا السولو. فكنبداو دائما من السي بيمول هنا، ثم من مي بيمول. هاد الجرة ديال ما بين الري والمي بيمول فهي كتسمى بوجياتور. غنعاودو الآن السولو مع الإيقاع. هذا هو السولو الوحيد تقريبا اللي كاين هنا اللي كيبقى يتكرر. يعني دابا الان غادي نعملو السولو وناخذو حتى الكلمات الاخرين باش تعرفوا كيفاش تغنى وكيفاش الجوابات وكذلك كيفاش يعني نبدا عام عن هذه القطعه. Thank you.
صغيري حاسس حالي ملكت الكون ما في بالعالم غيري الله والله وما شاء الله ما في بحالك والله الله والله وما شاء الله ما في بحالك والله عمري بحالك اتحلى هذه نبدأ على الأغنية الجميلة لما بضمك عصديري للفنان حسين ديك. طبعا أنا درتها باختصار تمنى أن تستمتع.